السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس الربح والتقنية معكم أحلام. اليوم إن شاء الله نكمل مع سلسلة الفوتوشوب، وهي سلسلة التعديل على صورتك الأولى، وسيكون الدرس الرابع وهو عن بعض الفلاتر. كل هذا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا. في المرة الماضية قمت بوضع في الدرس الثالث كان عن كيفية إزالة الأشياء الغير مرغوب بها في صورتك. قلت لكم أن الدرس القادم سيكون عن إضافة فلتر كالأسود والأبيض، وفلتر البلور سيكون أيضا. يعني لنتكلم بالتدقيق. هذه الدورة جد بسيطة سهلة، يعني أنت مبتدئ تريد البدء في الفوتوشوب، البدايات فقط، أوكي؟ وبعدها أنتم تبحثون على أي فلتر، ماذا يفعل، أوكي؟ إن شاء الله الدروس القادمة سأتكلم أكثر، يعني ستكون سلسلات أخرى إن شاء الله، لكن مع هذه السلسلة ستكون دروس جد بسيط. لن أكثر الكلام، ننطلق إلى الفوتوشوب. كنا توصلنا هذه النتيجة في الدرس السابق. هذه هي صورتنا، أجرينا عليها عدة تغييرات كما تشاهدون من قبل. هذه الصورة التي كانت لدينا من قبل وكيف أصبحت الآن. لمن فاتت الدورة يمكنكم الرجوع إلى الدرس الأول، ستجدون الرابط الدرس الأول في الديسكريبشن أسفل والبدء مع السلسلة، أو يمكنكم أيضا فقط الذهاب إلى رابط سأعطيكم أيضا موقع مهارة أين أضع الدروس بتسلسل واضح. نبدأ الآن بوضع أول فلتر. سأضع لكم فلتر البلير. ما هو البلير؟ يعني يظهر في الخلف بالضباب، كأنه ضباب يعني، ما يسمى بالبلور. أوكي، الفلتر يضع على صورة واحدة، لهذا لا يمكننا وضع الفلتر على الصورة الأصلية أو على هنا، فقط سنقوم بتجميع جميع الطبقات في صورة واحدة ويمكنكم الرجوع إليها. يعني لا نقوم بحذف أي شيء، فقط سنقوم بتجميع هذه الطبقات في طبقة واحدة. كيف ذلك؟ نضغط على الطبقة الأولى وعلى Shift، على Shift في الطبقة الأخيرة. ماذا يقوم بعمل فوتوشوب؟ فوتوشوب يقوم بعمل سيلكشن لجميع، يعني كما في الويندوز اي شيء، جميع اللايرات بين اي جميع الطبقات بين هذين الطبقتين، يعني الاولى والاخيره. يعني مره اخرى هنا اضغط على الاولى وشيفت والاخيره، والان سنقوم بتجميعها في سمارت اوبجكت. نقوم بالذهاب الى فلتر كونفرت فور سمارت فلتر. نعم، نضغط اوكي، انتظر بعض ثواني. كما تشاهدون لقد قام بتجميعها في لاير واحدة، وكما قلت لكم يعني نستطيع الرجوع الى اللاير القادمة جميع الطبقات فقط بعمل ضغطتين. سأريكم كما تشاهدون لقد تحصلنا على الشكل الاول. نعيد رجعها كما كانت. فلتر convert to smart filter، هكذا نقوم بتجميعها في لاير واحدة، في طبقة واحدة. والآن نذهب إلى فلتر بلور جاليري ونختار تلت شيفت ونضغط عليها. طبعا سأشرح لكم هذا التلت شيفت. كما تشاهدون يقوم بعمل بلور أو ضباب كما تشاهدون هنا، من هذه الجهة إلى الأسفل ومن هذه الجهة إلى الأعلى. إذا كنا نريد تغيير الموقع مثال كما تشاهدون هنا الفوكس، يعني الصورة جد واضحة وهنا تبدأ الصورة بتشكل على شكل ضباب. إذا كنا نريد على سبيل المثال تغييرها، نريد منى من هنا من فوق يأتي ضباب، هكذا فقط نحرك الماوس إلى أن نتحصل على الكيرسر باللون الأسود كما تشاهدون هكذا. تستطيعون الآن تحرك حسب ما أردتم، من يعني الأعلى الأسفل. أوكي، أتركه هنا في الوسط. شيء ثاني هو نريد التحكم في هذا البلور. كما تشاهدون هنا البلور قليل ليس بالحد. إذا كنا نريد إضافة الكثير من البلور فقط تشاهدون هذا هنا، أنا لا أنصح به. وهنا إذا أردنا تخفيف في البلور 15 أحسن. شيء آخر، إذا كنا نريد عمل الفوكس كما تشاهدون هنا، يعني الصورة الواضحة 100% في هذه الجهة فقط، فإذا كنا أريد تغيير سبيلنا أريد من هذه الجهة إلى هنا بالضغط على هذا الخط الكامل وليس المتقطع، هنا الخط الكامل، وتقومون برفعه كما تشاهدون سيصبح هنا الصورة واضحة. وأيضا نريد على سبيل المثال إلى الأسفل هنا نفس الشيء، هنا الصورة أصبحت واضحة أو هنا. جيد، هذا ما أريد. ونفس الشيء إذا كنا نريد البلور، يعني
هنا من هذه الجهة إلى هنا ينقص قليل من البليون، نقوم فقط برفعه هكذا، شاهدون يعني يبدأ البليون يدخل في هذه المنطقة. نفس الشيء هنا نريد يعني كما تشاهدون الصورة يعني واضحة قليلا، نريد إدخال البليون. وإذا كنت تريد أيضا عمل دوران للبلير، يعني تقوم بعمل إيش، قد تضغط على هذه وتقوم بعمل لها روتيت. يلا نعمل لها شوية تتحكم نفس يعني ما يحدث هنا في البلير، شاهدوا فقط هذا يعني يقوم نفس العمل ما يقوم به البلير هنا. إذا أعجبكم ما تريدون فقط تعملون أوكي. أنتظر بعض الثواني. إذا أردنا تغيير على سبيل المثال، أريد تغيير أي شيء في الفلتر، ضغطتين هنا على بلير جاليري وتشاهدون هو تحصل على الإعدادات ويمكنها تغييرها في أي وقت. أوكي نعمل أوكي. إذا كنت تريد مسح هذا الفلتر فقط تقوم بضغط بإحضاره هنا ومسحه. نريد الرجوع إلى الفلتر Edit Undo Delete Filter. كان هذا فلتر البلير. الآن سنضيف فلتر خاص بالأبيض والأسود، لن نقوم بعمله من هنا ولكن نقوم بعمله من Adjustment Layer. نذهب إلى Adjustment Layer، قلنا تكلمنا عليها من قبل الدرس الثاني، وبعدها نختار هنا تجدون البلاك وايت، قد تختارونها ما تشاهدون قد تحولت إلى الأبيض والأسود. بعض التغييرات إذا أردتم هنا في الراد، يعني أي صورة جزء من الصورة فيه لون أحمر يعني يمكنك عمله دارك شديد السواد كما تشاهدون هذه البناية فيها لون أحمر، أو تعملونها مضيئة شاهدون. أوكي سنقوم بما أن صورتنا فيها الأخضر أكثر من، سنقوم بعملها في الجرين شاهدون الصورة تغيرت كثيرا. وهنا إذا أضفنا إضافة البيض سنضيفها في الأسود جيد. والشيء المميز في أننا استعملنا الفلتر الأبيض والأسود من Adjustment Layer، يمكنك التغيير في أي وقت تريد. أوكي ضغطتين فقط على هذه الأيقونة هنا وترجعون إلى وين تريدون تغيير أي شيء. أوكي لون على السماء، لون الأزرق. شيء آخر، إذا كنتم تريدون إضافة تانتي يعني كأنها صبغة على اللون أو صبغة في الصورة، تقومون فقط باختيار هنا تانت. كما تشاهدون أخذت الصورة التانت الموجودة في الديفولت الموجود في التانت، أخذت اللون لايت براون كما تشاهدون، الصورة أصبحت رائعة أحسن مما كانت عليه من قبل. ويمكنك أيضا التغيير فيها، تبدأون هنا بالتغيير يعني تستعملون اللون الذي تريدونه. والآن هنا تختارون اللايتنس، يعني هل تريدونها مضيئة أكثر أو تقومون بالتلاعب بالألوان هنا. عجبني على سبيل المثال هكذا فقط ونتركها هكذا. إذا كنت تريدون مسحها فقط تعملون مسح هكذا فقط عن طريق الكيبورد ديليت. وبعد الانتهاء كما في كل مرة نقوم بعمل حفظ للصورة ونحفظها دائما بصيغة PSD أو بصيغة فوتوشوب. لماذا؟ عند حفظها بصيغة فوتوشوب يعني الصورة يمكننا أن نرجع لها في كل مرة والتغيير ما أردنا تغييره. أوكي عكس أن تحفظها بصيغة JPG أو صيغة أخرى فلن تستطيع عمل تغيير لها بعد. قوم بعمل فايل سيف وانتهينا. في الدرس القادم سنتكلم عن شاربن، هنا سمارت شاربن، نتكلم على هذا الفلتر، وأيضا سنتكلم على كيفية حفظ الصورة بصيغة JPG، وسيكون آخر درس في هذه السلسلة القصيرة. متابعة آخر درس فقط يمكنكم متابعته في موقع mahara.net، سأضع لكم رابط الدورة، رابط هذه السلسلة، ويمكنكم أيضا فقط بعمل سبسكرايب للقناة هنا والضغط على الجرس ليصلكم الفيديو عندما جديد فيديوهاتي. نقوم بعمل سيف. لا تنسوا متابعتي في الفيسبوك، دروس الربح وفي تويتر أيضا، جميع الروابط تجدونها هنا في القناة. شكرا على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا عمل لايك شير. لا يبقى لي إلا نقول لكم
مع السلامة، في أمان الله.